سماح من رحيم لغة فرنسية وعلى موقع تريبينال دي نت. Il boit un litre d'alcool par jour depuis ses 13 ans. Voilà le résultat sur son corps. Il boit. عندنا le verbe boire. On a le verbe boire au présent. عندنا فعل شرب في الحاضر. طبعا المقصود به هنا بأنه كان يشرب. بعض الأفعال تستعمل في البريزون ولكن الدلالة ديالها تتكون على الماضي. Il boit un litre d'alcool par jour. هو يشرب لتر من الكحول في كل يوم. Depuis ses 13 ans. منذ 13 عامه. منذ 13 عامه. كما نقول. المقصود هنا منذ أن كانت عنده 13 سنة. إذن هو كان يشرب لتر من الكحول منذ كانت عنده 13 سنة. Voilà le résultat sur son corps. ها هي النتيجة ظاهرة عيانا على جسمه. Il boit un litre d'alcool par jour depuis ses 13 ans. Voilà le résultat sur son corps. إذن هو يشرب لتر من الكحول منذ أن كانت له 13 سنة منذ كان صغيرا. Voilà le résultat sur son corps. ها هي النتيجة على جسمه. لاحظوا الصورة كما نلاحظ. هناك متؤات، هناك إعوجاجات على جسمه. طبعا هذا الأمر جعله يعاني من مشاكل صحية. Quand on nous dit que l'alcool est mauvais pour la santé، عندما يقال لنا تتعني الناس التي يقولوا. Quand on nous dit، طبعا هاد نو تتعني نحن. إذا quand on nous dit، عندما يقولون لنا أو عندما بمعنى آخر عندما يقال لنا. Quand on nous dit que l'alcool، بأن الكحول est mauvais pour la santé، بأنه سيء للصحة. Voici ton، ها هو الطن. طبعا نتكلم عن هذا الشخص. هذا الشخص يسمى طن كما نلاحظ. من يكون هذا الطن؟ Voici ton، un homme âgé de 68 ans qui boit un litre d'alcool par jour، الذي يشرب لترا من الكحول في كل يوم depuis ses 13 ans، منذ كانت له 13 سنة. Il finit par contracter une maladie extrêmement rare. إذن هو انتهى بأن صاحب كما نقول مرضا extrêmement rare بشكل قوي نادر. كما نتكلم عن مرض جد نادر. طبعا كلمة contracter كما تنشوف فيها كلمة contra. كلمة contra كما نتكلم عن عقد. وممكن أن فعل contracter أنه يعني أزعاج أو أقلق. هنا عندنا المعنى الأول. هنا عندنا كما نقول بأن الرجل انتهى بأن أقام عقدا مع مرض. المقصود بأنه اصطحب مرضا. Il finit par contracter une maladie extrêmement rare، la maladie de Madeleine. إذا نتكلم عن مرض يسمى بهذا الاسم. Découvrez les ravages، كما نقول اكتشفوا الخراب sur son corps، على جسمه. Dans la vidéo ci-dessous. على الفيديو أسفله. يمكن الرجوع إلى الموقع ورؤية الفيديو. لا جوت دوتخو كما نتكلم عن قطرة الكثير. كما نتكلم عن قطرة الأكثر. شيء ما أكبر. إذا المقصود هنا نتكلم عن القطرة التي أفاضت الكأس بمعنى آخر. هنا يقولون لا جوت دوتخو. إذا نتكلم عن قطرة هي التي جعلت الشيء أكبر. إذا نتكلم عن القطرة التي تجعل الكأس يفيض. طون إي توجور دوي آجي دو 68 طون. إذا طون إي توجور دوي آجي دو 68 طون. إذا طون هو اليوم في سن 68 سنة. مي صافي كازيمون 20 طون، ولكن هذا على وجه التقريب 20 سنة. مي صافي كازيمون 20 طون. Que ce chinois vit avec cette espèce de grosse tumeur autour du cou. ولكن هذا على وجه التقريب 20 سنة. Mais ça fait quasiment. كما نقول بأن هذا عامل على وجه التقريب. المقصود بأن هذا كان على وجه التقريب 20 سنة. Que ce chinois vit. بأن هذا الصيني كان يعيش. Vit. عندنا le verbe vivre. On a le verbe vivre. عندنا فعل عاش. ومن كلمة لافي يعني العيش. إذن كوسو شينوا في بأن هذا الصيني كان يعيش avec cette espèce de grosse tumeur. avec cette espèce de grosse tumeur.
كان يعيش بهذا النوع من النفاخ أو الانتفاخ أو الورم وتهدك حول الرقبة. والشينانيوز على موقع شينانيوز أو على إذاعة شينانيوز كما نتكلم عن أخبار الصين. لون كونفي الرجل أسر أن لوفارب كونفي كما نقول عندنا فعل أباحة أو أسر ستخ فينالمون ديسيدي أكونسلتي. طبعا كونسلتي المقصود بأنك تستشير طبيبا كونسلتي أميدسا يعني أنك تستشير طبيبا. لوم كونفي ستخ فينالمون ديسيدي إذا الرجل صرح أو أسر أو أباح ستخ فينالمون ديسيدي يعني أنه قرر في النهاية أكونسلتي بأنه يستشير المقصود بأنه يستشير طبيبا car il avait du mal à respirer لأنه كان عنده سوء في التنفس. Et les médecins diagnostiquent une maladie très rare. ثم الأطباء والأطباء يشخصون مرضا جد نادر. La maladie de Madelon. إذا المرض يسمى بهذا الاسم. إذا نتكلم هنا عن مرض تم تشخيصه لهذا الشخص من طرف الأطباء. إذا نتكلم عن مرض جد نادر تم تشخيصه من طرف الأطباء يعاني منه هذا الشخص. Toutes ces excroissances sont en réalité le résultat d'une consommation excessive d'alcool. Toutes ces excroissances sont en réalité le résultat d'une consommation excessive d'alcool. نتكلم عن السي نتكلم عن أشياء تعود له تعود لهذا الشخص المريض. Excroissance طبعا لا croissance المقصود بها الزيادة أو النمو. إذن كل هذا النمو السابق كل هذه الزيادات السابقة X هذه نضيفها أمام الكلمة لنقول عن شيء أو عن شخص بأنه سابق. كل زياداته السابقة نقول مثلا X President المقصود به الرئيس السابق. X Ministre إذا نتكلم عن الوزير السابق. X Etudiant إذا نتكلم عن طالب سابق. Toutes ces excroissances كل زياداته السابقة زيادات هذا الشخص التي تظهر على جسمه sont en réalité هي في الحقيقة le résultat هي في الحقيقة le résultat d'une consommation excessive d'alcool هي في الحقيقة نتيجة d'une consommation استهلاك. طبعا لا consommation مقصود بالاستهلاك ومنها فعل consommer ومنها فعل consommer يعني فعل استهلاك. نقول مثلا le consommateur يعني المستهلك. Le droit du consommateur, إذا نتكلم عن حق المستهلك مثلا, sont en réalité le résultat d'une consommation excessive d'alcool. إذا هي في الحقيقة نتيجة الاستهلاك المبالغ فيه, نتيجة الاستهلاك المبالغ فيه, excessive, مبالغ فيه, d'alcool, للكحول. À tel point qu'aujourd'hui, المقصود هنا, إلى درجة بأنه في هذا اليوم. المقصود هنا بهذه العبارة, إلى درجة بأنه في هذا اليوم à tel point qu'aujourd'hui إذا هو وصل إلى درجة ما إلى درجة بأنه في هذا اليوم ses boules de graisse كما نتكلم عن كرياته من الشحوم ont totalement modifié le corps de ton يعني أنها غيرت بشكل كبير le corps de ton جسم ton avec des épaules et un cou proéminent إذن avec des épaules et un cou proéminent. Des épaules إذا نتكلم عن الكتفين et un cou ثم نتكلم عن عنق proéminent يعني أنها بارزة أو ناتئة. إذا نتكلم عن جزء من جسمه خارج عن المعتاد خارج عن المعتاد خارج عن المدار المعتاد. نتكلم هنا عن تشوهات في جسم الطن إلى درجة أننا أصبحنا نرى كريات من الشحوم تلف عنقه وكتفيه. Il faut dire que l'homme boit tous les jours du bijou. يجب القول بأن الرجل boit tous les jours boit tous les jours يعني أنه يشرب كل يوم boit tous les jours يعني أنه يشرب كل يوم du bijou. بيجو الذي يعني الكول دو ري الكول دو ري نتكلم عن كحول مصنوع من الأرز composé à 52% d'alcool
مكون من 52% من الكحول. إلا كونسومغي 1 لتر بار جور، كان يستهلك منه لترن في كل يوم. إلا كونسومغي 1 لتر بار جور، إذا هو كان يستهلك منه لترن في كل يوم. اي اوري كومونسي ا لاج دو 13 ans. نتكلم هنا على لو كونديسيونيل باسي. اي اوري كومونسي، كما نقول بانه بدا او بانه ربما بدا. ا لاج دو 13 ans، في سن 13 سنه، يعني تقريبا. كما تلاحظوا باننا استعملنا كما قلنا لو كونديسيونيل باسي للدلاله على هذا التقريب. كما نقول باننا غير جازمين بان 13 سنه بالتمام، ربما تكون هناك زياده او نقصان. ثم عندنا هنا لا مالادي دو مادلين اون غارتي دو ا ان كونسوماسيون دالكول اكسيسيف. اذا نتكلم عن ندره دو، هي بسبب دو، هي بسبب ا ان كونسوماسيون دالكول اكسيسيف، اذا هي بسبب استهلاك الكحول بشكل مبالغ فيه. اذا كما نلاحظ بان المقال لا زال مستمرا. المهم في هذا كله ان استهلاك الكحول يسبب امراضا من هذا النوع، او كما على جريده الاكسبريس كما نلاحظ اديكسيون. اذا نتكلم عن ادمان، اديكسيون ادمان او مجموعه ادمان. دي ميدسان فول تاكسي دافونتاج لالكول، اذا نتكلم عن اطباء انهم يريدون فرض ضريبه زياده على الكحول. اذا اديكسيون دي ميدسان فول تاكسي دافونتاج لالكول، أطباء يريدون فرض ضريبة زيادة على الكحول حتى ينقص استهلاكه، وبالتالي تنقص الأمراض ثم ينقص عدد القتلى التي يتسبب فيها. كما نلاحظ هنا لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، المنظمة العالمية للصحة، تقول لابي دالكول تي شاك اني بلوس دو 3 مليون دو بيرسون. لابي دالكول، كما نتكلم عن شاطات في استهلاك الكحول. تي، طبعا نتكلم عن الفيرب تيي فعل قتل، تي انه يقتل، شاك اني انه يقتل كل سنه، بليس دو 3 مليون دو بيرسون، اكثر من 3 ملايين شخص. اذا كما نلاحظ بان هناك اعتراف دولي بان الخمور تتسبب في مشاكل كثيره للانسان، تتعلق بالامراض وتتعلق ايضا بالقتل. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.